نتكلم النهارده على امراض المناعه الذاتيه الاخرى. في حاجه اسمها تعذر الارتخاء المريئي او اكاليزيا، في حاجه اسمها الداء النشواني او الاميلو ايدوزيس، في حاجه اسمها التهاب الفقار القسطي او الانكيلو سينج سبوندولايتس، حاجه اسمها متلازمه الضاد الفوسفوليبيد او الانتي فوسفوليبيد سيندروم، حاجه اسمها داء لايم المزمن او لايم ديزيز كرونيك، حاجه اسمها النوم سباتي او الناركوليبسي، حاجه اسمها التهاب العضل او المايو سايتس، حاجه اسمها قله الخلايا المتعادله او النيتروبينيا، حاجه اسمها التهاب العصب البصري او الاوبتيك نيورايتس، حاجه اسمها التهاب الميالين للعصب البصري او النيورومايلايتس اوبتيكا، حاجه اسمها تحلل مخيخي مصاحب للورم او البارا نيوبلاستيك سيريبرولر ديجينيريشن او البي سي دي، حاجه اسمها داء شاغاس او شاغاس ديسيز، حاجه اسمها شبيه الفقاع او السيسا تريسيال بيمفيجويد. ونكمل المره الجايه.